حلوة وجدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة متجددة من فعاليات الصيف من هنا من الطائف وتحديدا من الردة. في صيفنا مع هنا أحلى أعزائي المشاهدين، متواجدين في الردف وأيضا مع حبايبنا الصغار، نلتقي في الأمورة. شو اسمك؟ ريهام. ريهام ما شاء الله تبارك الله. ريهام من وين جاية؟ من مكة. ما شاء الله تبارك الله. ريهام أكيد في الحديقة هنا مبسوطة ومستانسة وتلعبين وكل شيء وكل حاجة. إيش أكثر شيء يعجبك في الحديقة؟ هذه الملاهي هذه بس؟ إيه. يا سلام، غيرها؟ ما في شيء ثاني عجبك في الحديقة؟ ايوه. ولا في اكيد ملاهي ثانية عجبتك واكيد؟ لا ما عجبني. يا سلام، دائما نقول صيفنا مع هنا اجمل. اجمل، وصيفنا مع هنا دائما اغلى. احلى. صيفنا مع هنا احلى، مكان اخر ولقاء اخر. والتقينا في الأمورات، هذول اللي معانا اليوم في الحديقة. نطالعينا في الكاميرا بس نشوف. شو اسمك يا بابا؟ ريناس. ريناس، هنا هنا نطالع في الكاميرا. شوفي، شوف الكاميرا يا. شو اسمك؟ ريناس. ريناس، وانتي؟ ريناس. وانتي؟ ريناس. يا سلام عليكم. يا سلام يا سلام. ايش عندكم في الحديقة هنا؟ ايش جالسين تسوون؟ انا عندي الشودة. عندك انشودة، ما شاء الله تبارك الله. مبسوطين في الحديقة هنا؟ نطالع في الكاميرا، شوف الكاميرا يا بابا، كلنا نطالع هنا، كلنا نطالع. مبسوطة في الحديقة؟ مبسوطة في الحديقة؟ ما شاء الله تبارك الله. ايش أكثر شيء أعجبك في الحديقة؟ ايش أكثر شيء أعجبك؟ أعجبني؟ أيوه. الحديقة. الحديقة كلها عجبتك، صح ولا لا؟ أكيد عندكم مشاركة، ونطالع في الكاميرا ونقول يلا. أنا وردة بيضة شكلي جميل، يا رحلة جمالي يا من أمين، يا أطفال يا حلوين اشربوا الحليب للصحة والقوة، اسأل الطبيب اشرب على مهلك واشكري لله، لازم تشكر ربك أبدا ما تنسى. السلام عليكم. مساك الله بالخير، كيف الحال؟ حياك الله. الاسم؟ موسى الزهراني. حياك الله استاذ موسى. استاذ موسى من الطائف ولا جاي زائر ولا؟ والله زائر. زائر ما شاء الله. من وين؟ من مكة. من مكة ما شاء الله تبارك الله. كيف الاجواء في الطائف معك؟ والله الحمد لله، رحمة من مكة. احسن من مكة؟ اي في الجو اكيد احسن من مكة. ما شاء الله تبارك الله، جاي بالابناء وجاي بالاطفال؟ اكيد. ايش ناوي في فعاليات في الطائف ممكن تزورها غير الحديقة؟ والله سوق عكاظ. سوق عكاظ، يعني سامع عنه من الاول ولا؟ لا والله الهالة الإعلامية حقته شفنا في الافتتاح حقه في التلفزيون، الحمد لله طيب. ما شاء الله تبارك الله، دائما نقول صيفنا مع هنا أحلى. أحلى. فينا نتعرف عليك؟ ابراهيم الخالدي معك طال عمرك. حياك الله يا استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم من وين جاينا؟ انا من الدمام. طبعا من الدمام، ما شاء الله تبارك الله، جاي تدور البراد والوناسه في الطائف. والله حقيقه انا تفاجات بالحديقه هذه، ما شاء الله ما توقعت انها كذا. انا سمعت عنها وحقيقه تفاجات في التجهيز هذا، عجيب صراحه ما شاء الله تبارك الرحمن. جاي توك الطائف ولا من اول؟ والله كنت اجي قبل كذا بس اول مره اجي الحديقه دي يعني. طيب. ناوي تواصل على الباحة على أبها ولا بترجع الدمام؟ والله ما أتوقع، لأن الإجازة قصيرة شوي، وإن شاء الله المرات الجاية إن شاء الله نحاول. طيب أستاذ إبراهيم، من المؤيدين للسياحة الداخلية ولا السياحة الخارجية؟ والله السياحة الداخلية يعني
للي ما معهوش على قولهم، اللي معه فلوس يقدر يتمشى برا يلقى شيء ارخص، لكن هنا عشان الاهل والاقارب والناس والصحبه والمعارف يقدر الواحد. ومكه طبعا الله يشري عمرها يعني قريبه من الطائف، فرصه يعني ان احنا نستغل الوقت ننزل مكه ونرجع الطائف مره ثانيه. والحمد لله الصيف ما شاء الله البراد زي ما انت شايف يعني ما شاء الله فيه ناس كثير ما شاء الله، ما توقعت العدد هذا ما شاء الله تبارك الله. نتعرف على اموره. ريماس عوده. ريماس؟ ريماس عوده. ما شاء الله. والاموره؟ لين خالدي. ما شاء الله تبارك الله. كيف الحديقه معاكم اليوم؟ حلوه. كويسه؟ ايوه. لعبتوا في الملاهي؟ لا ما لعبتوا لسه؟ ايه لسه جايين. طيب يلا كلنا نقول صيفنا مع هنا احلى، صيفنا مع هنا احلى. لا 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 لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أخوي. حياك الله. نتعرف عليك. إبراهيم محمد الزهراني. حياك أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم من سكان الطائف ولا زائر للطائف؟ من سكان الطائف، وبس ما نجي إلا في أوقات الإجازات لأنه أوقات العمل نكون في مناطق ثانية وكذا. ما شاء الله. نتعرف على الأمورات. شذا. شذا. والأمورة؟ رفا. رفي. اسمك؟ ريد. ريد. ما شاء الله تبارك الله. كيف الصيف معاكم في الطائف؟ حلو. كويس؟ مرة. رحتي ملاهي ولا ما رحتي؟ رحت. رحتي ملاهي. طيب أكيد عندكم انشودة أنتوا الثلاثة صح؟ إيه. يلا سمعونا. إيه أنا سعودي وأحب السعودية، أعشق المملكة وأحب أراضيها، ديرتي ديرتي ما هي بادية، يا عسى الله يحفظها ويحميها. ما شاء الله تبارك الله عليكم. في نية لمكان آخر للصيف ولا بس الطائف؟ والله فيه في منطقة الباحة. منطقة الباحة منطقة جميلة جدا، فيها أماكن حلوة، أبها منطقة جميلة. عندنا منطقة الجنوب منطقة جميلة، يعني عندنا تنوع السياحة بين الجبل وبين السهل وبين الساحل، يعطينا تنوع للتنزه وللأشياء هذه. طيب نبغى منك نصيحة للمشاهدين اللي يبغون يروحون سياحة في المملكة، وين يروحون؟ يروحون لأماكن الباردة، المناطق الجبلية، ولأنه تتمتع هذه الأيام بأيام بأجواء باردة ممطرة، أجواء لطيفة فيها نوع من الهدوء، فيها نوع من راحة البال، بعيد عن ضوضاء المدن وبعيد عن حرارة الصيف اللي موجودة في بعض المناطق. يعطيك العافية. دائما نقول صيفنا مع هنا أحلى وأجمل. أحلى وأجمل. ابقوا معنا، إحنا معكم. فعاليات حلوة وجميلة.